فهمتي بحال دابا حنا مكتوبين شي الجامع جي اربع نقراو هنا بالجمع وهادي ما يسيت لنا حسونين فهنا دار طالب ولا الداخل صافي راه دابا بحال ما عرفتش كيفاش تحفوني هنا هادشي هذا راك عارف الكار مكيت عاوتاني مركوب مكيت واش دابا انا مواطن دابا تمشي دابا فين غتمشي دابا ما عندي فين غنمشي هذا هو الاشكال واش غادي نفرج في الزنقه نبات في الزنقه ما عرفت دابا اليوم حنا جينا دار الطالب جايبين معنا حوايجنا وجايين على اساس بغينا نباتوا في دار الطالبه اليوم خارجين مع السته واخر ساعه عندنا اغلبيه اخر ساعه عندهم غيكون عندهم فرض واللي كاين اللي بعيد وما عندوش كار بحالي انا ما عنديش كار خارجه مع السته السته غتكون ضلمه يعني خاصني نكون خارج نخرج مع السته نجي دار الطالب نجي نبات ونحفظ في نفس الوقت دابا خاصني غنخرج مع السته وغادا نمشي في الطاكسي والطاكسي غيوصلك في الظلمه وبلاصه اللي غيحطك فيها الطاكسي بعيده على الدار يعني كاينه الظلمه وبزاف ديال البنات دابا ما عندهمش الكيران وساكنين بعيد وعندنا فور خاصني يعني نخرجوا مع السته نجيو دار الطالبه ودار الطالب دابا ساده حنا بغينا حل دابا دار الطالب بغيناها تحل حنا بغينا دابا دار الطالب تحل حيت حنا ما عندناش شي زعما باش شي امكانيات ولكن ما عندنا والو حنا بغينا دابا دار الطالب تحل بغينا نجيو نباتو حيت حنا خارجين مع السته وعندنا فروض ما عندنا كيفاش نديرو